أنا أعتقد يعني أولاً لا تهمني النسبة، أن العراق طالما أن في القانون وفي الدستور لا تحدد نسبة لمطلوبة أو محددة معينة لتحديد نجاح الانتخابات من عدمها، الانتخابات بمن حضر وبمن شارك، هذه مسألة قانونية ومسألة سياسية. لكن نعم، المقاطعة كما قلت مقاطعة لأكثر من سبب، هنالك مقاطعة لأنه لا توجد شعبية للنظام السياسي الحاكم كما قلت عالية تشجع الناس على أن يخرجوا من بيوتهم ويصوتوا، هذا الجانب العام. ولكن هنالك أيضا مقاطعة سياسية، المقاطعة الصدرية لا علاقة لها بهذه المسألة، علاقة المقاطعة الصدرية وهي مقاطعة ربما قد تكون الأهم، العنصر الأهم في تحديد نسبة المشاركة من عدمها، هي مقاطعة سياسية، هو خلاف بين الطبقة السياسية الحاكمة على فلسفة ورؤية إدارة الدولة، ولذلك الصدريون لطاعتهم ولتماسكهم وعملهم دائما بصورة كتلة واحدة lockstep كما نقول لم يشاركوا، وهذا تأثير كبير. يعني في بغداد مدينة الصدر وما حولها الصدريون يعني قوة بشرية مهيمنة، في مدن أخرى كثيرة في محافظة النجف، في ميسان، في أماكن كثيرة الصدريون مهمون جدا في المشاركة ولم يشاركوا. أيضا هنالك كما قلت التشريونيون بعضهم لم يشاركوا، هنالك أيضا